يذكر المصنف حفظه الله تعالى أربعة أمور على نحو المقدمة: تأسيس قواعد ضرورية للبدء في البحث في العقائد. القضية الأولى التي يذكرها هي ضرورة البحث عن الدين، أو وجوب البحث عن الدين، أو وجوب الفحص عن الدين، تعابير مختلفة، المعنى واحد، أنه لماذا يبحث الإنسان عن الدين؟ ما هو الدافع لهذا البحث؟ باختصار المصنف حفظه الله يقول أنه هناك دعاوى مهمة جدا، يعني الأشخاص الذين تصدوا لبيان الدين هم نخب البشرية، وهؤلاء ذكروا أمورا مهمة جدا، غير مسألة فوائد الدنيوية في الدين، أنه ينظم الحياة، يطهرها من كثير من الرذائل والأدران السلوكية والأخلاقية، أنه هناك حياة بعد هذه الحياة، وهناك حساب وعقاب، وهناك سعادة أبدية أو شقاء أبدي. فقضية خطيرة جدا يذكرها أناس على درجة عالية من الوثاقة والاعتبار، ويتكررون على مدار التاريخ ضمن حركة البشرية، واحد بعد واحد يتواترون ويواكبون حركة البشرية في تأكيد هذا الموضوع. وبالتالي هذا الإخبار الخطير جدا جدا، يعني لا يوجد هناك أخطر من هذه المسألة التي تنقلها هذه النفوس العالية، هذه الشخصيات المحورية على مدار التاريخ. هذا من الطبيعي جدا أن يولد عند الإنسان حاجة ضرورية للتأكد من هذه المسألة والتثبت من هذه المسألة. وليلتفت الأعزاء أن هذا المقدار من الإخبار، نوع المخبر ونوع المخبر عنه وتركيبة المخبرين، لا تجعل للإنسان عذرا في أن يهمل هذا البحث، أنه والله شخص أخبرني. لا، ليس كذلك، أنه شخص أخبرني وأنا ما اعتنيت، لا، أكثر من ذلك وأخطر من ذلك. نوعية هؤلاء الأشخاص، كيفية بيانهم، الظروف المحيطة بهم، تفاصيل كثيرة لا تدع مجالا لأن يهمل الإنسان هذه المباحث.